القى طقم مخهم ليل مرجمين انقع خذيت انا قال من الرجال اركب هذا ما لك اخي وقف تبع من انت؟ قال تبع سلم انا قلت له طقم انا اركب طقم فوق حداني في صحراء ما بين براقله من تبع من؟ من قا 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 انا جاي انفق لي براقله هنا بني يوم زين احنا والله يا اخي يوم روحت انجو ايوه الميمن يا جني تعترق بين مخبوس يا خبر يا ودينا لهناك اربع طقم نشرت من هناك قال انه ودي نحرق ونترب فما قال قرر قب 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 قال يا فندم من ردنا جوره ما قد تعلمنا خليتني اشحطم طقم في واحد شاب في ذاك الطلعه 11 ونص معك معك يا مرسل يا مرسل يا صاحب ال 12 يا صاحب ال 12 لا تضرب بالكاشف بتحقق للعدو المقر حق ال 12 ايوه قال سابر يا قاضي سابر قلنا استغفروا وحللوا وكبروا قلت تعينها فوقنا ما بش ما قالت الثاني قال اكبر حرام ما عندي لا سفيني ولا حبان ولا قميني وين قال؟ اهل الهول انا هذا رايح هذا مثل ما اول ليله اطلع عند بلدنا يا اهل الهول يا الهي يا انا اجي لحالي ما حد صار يقوم وثاني فمه من احترق من مكاني والله احد احد فلق فلق يا ايوه اثر اثر عبده حرام عز اخي وين افر وين اجي؟ عذر افرح عليه الو مهرجان برا قالوا كم ولا كل واحد بيرجع ورا قلت شوف لا ترميني من وراي وطاير جمك بدل ما محرب كجا الكمون كجا اكون كجا على وراي لازم من وراك الدم يا حبيبي يا ابوك من وراك يا حبيبي مو يا حبام حامل طاح طب طاح طب طاح طب شو شو يا استمر 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 قريب قريب من رصاص كهرباء تقول يا خضرة اقول يا حلقات سمعنا فوت يا عبد الله مخبره طب 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 من ورانا قلت هذا يضرب من وراي في موقع الضرب انا من ورانا هذا يا اخوان هذا يا برقلي وقف وقف مني مني انا اضرب العدو قلت تضرب العدو تضرب بابا مسكين مكه مدينه ما بضرب العدو يا حمار